طيب هنروح لتنس الطاوله انتوا عارفين طبعا تنس الطاوله رجال وسيدات بيلعبوا البطوله العربيه اه, آه بيلعبوا البطوله العربيه في الاردن كانوا سافروا من يومين السيدات وصلت قبل النهائي الف مليون مبروك طبعا فريق سيدات تنس الطاوله من النادي الاهلي اتصدر مجموعته بعد ما فاز على كل من الارثوذكس الاردني 3-0 وغاز الجنوب العراقي 3-1 واخر ماتش فوزنا عليه العربي الكويتي 3-0 فرقتنا هتستنى تشوف بقى الناحيه الثانيه هيحصل ايه عشان يبقى الطرف الثاني من قبل النهائي فرقتنا طبعا بتضم نادين الدولاتلي ومروه شام الهضيبي هشام الهضيبي ومريم هشام الهضيبي وساره عبد العزيز وهنا جوده والمحترفه الرومانيه اليزابيث سمرا وبالفعل برضو الرجال تصدروا المجموعه ما شاء الله نتائج زي الفل وفريق الرجال طبعا تصدر مجموعة الاولى بعد فاز على كل من البشمركه العراقي بنتيجه 3 0 والارثوذكس الاردني ايضا بنفس النتيجه ولسه كسبانين التضامن الكويتي بنتيجه 3 0 وفريقنا طبعا بيضم السيد لشير ومحمد البالي وعمر عصر وخالد عصر وشادي مجدي ومحمد شومان والاهلي طبعا هيستني نشوف هنلاعب مين في الادوار القادمة